أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن القمة الإفريقية العالمية للهيدروجين الأخضر ستشهد طرح الرؤية المصرية واستراتيجية العمل الخاصة بالهيدروجين الأخضر وما تم اتخاذه لدعم العمل في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقائه سفير مصر لدى جمهورية ناميبيا السفير وائل لطفي، حيث شهد اللقاء بحث تعظيم الاستفادة من القمة المزمع عقدها خلال الفترة من 3 وحتى 5 من سبتمبر 2024 في عاصمة ناميبيا. كما شهد اللقاء استعراض المشروعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر في الاستراتيجيات الخاصة ببعض الدول الإفريقية وفرص دعم القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات في إطار القمة.